بمدخل المقر العام لوزارة الدفاع بالعاصمة كيغالي استقبل السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من قبل رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا. أين استعرض تشكيلة من الحرس الوطني أدت له التشريفات العسكرية. عقب ذلك استقبل السيد الفريق أول من قبل وزير الدفاع الرواندي جوفينال ماريزاماندا، أين كانت له محادثات استعرض خلالها مسار التعاون العسكري بين جيشي البلدين ليتم في الأخير تبادل هدايا رمزية. بعد ذلك كان للسيد الفريق أول لقاء ثنائيا مع نظيره الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا، ليتوسع اللقاء بحضور وفدي البلدين. ترأس فيه الطرفان محادثات تناولت التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه مستقبلا بما ينسجم وطموحات قيادتي البلدين وإرادتهما في توسيع مجالات التنسيق في الميادين ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة جدد فيها تقديره وعرفانه لمضيفه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له، مؤكدا أن الزيارة تعد مؤشرا جليا على طموح السلطات العليا للبلدين من أجل بعث ديناميكية جديدة لآلية التعاون العسكري بين الجيشين، وبما يسمح بمواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها القارة الإفريقية. إن زيارتي هذه التي تأتي تباعا لتلك التي أجراها إلى الجزائر عام 2022 الفريق الأول جون بوسكو كازورا تعد مؤشرا جليا على طموح السلطات العليا لبلدينا من أجل بعث ديناميكية جديدة على آلية التعاون بين جيشينا وفرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما أنها تعد مرحلة هامة في مسعى التشاور بين مؤسستينا نقطعها سويا على درب ترقية العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون العسكري للارتقاء به إلى مصافي تطلعات قيادتي البلدين، وبما يسمح بمواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها القارة الإفريقية بالفعالية والنجاعة اللازمتين. من جهته أشاد الفريق أول مبارك موغانغا بالإرادة الصادقة للطرف الجزائري في تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بما يتوافق مع طموحات البلدين الصديقين في إرساء أواصر تعاون مفيد ومثمر للجانبين. قوات الدفاع الرواندية تؤكد أن الجيش الوطني الشعبي هو حقا أحد أكثر القوات العسكرية احتراما ونجاعة على مستوى قارتنا وحتى خارجها، ومن خلال التعاون المطرد في مجال الدفاع فإن قوات الدفاع الرواندية تتطلع للاستفادة من قدرات الجيش الوطني الشعبي والنهل من تجربته وخبرته. وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية.
الإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون ونظيره الرواندي بول كاغامي تتجسد حقيقة من خلال زيارة الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية رواندا، حيث تتسع مجالات التعاون لتشمل التعاون العسكري بين جيشي البلدين. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، من العاصمة الرواندية كيغالي.